عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. هذا الحديث فيه أيضا دليل على أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ففيها حث على أن الإنسان يتحرى أن يكون له دعاء في كل ساعات الليل، وليس بلازم أن يكون في صلاة لأن الحديث لم يقيد، فينتهز الإنسان الفرصة أن لا يمضي عليه ساعة من الليل إلا وقد دعا الله بما فيه خير الدنيا والآخرة.